الذين يقولون أن ريال الذرة المستعمل الآن ما زال مكان ريال الفضة، هل هذا القول صحيح شيخ صالح؟ هذا نعم قال به بعض العلماء إن ريال النقد في كل وقت هو ما يعتبره السلطان، ولا يتوقف هذا على النقود النبوية، بل النقد في كل وقت ما يجري التعامل به، هذا على قول لبعض العلماء، لكن الجمهور على خلافه، وهو اعتبار النقود النبوية هي الأصل.